الأمويون بهذا الاسم نسبة إلى جدهم أمية بن عبد الشمس. كم عدد خلفاء الدولة الأموية؟ 14 خليفة. من هو أول خلفاء الدولة الأموية؟ معاوية بن أبي سفيان. ما هي عاصمة الدولة الأموية؟ دمشق. ممتاز، أحسنت، كله سقف له. لماذا سمي الأمويون بهذا الاسم؟ نسبة إلى جدهم أمية بن عبد الشمس. كم عدد خلفاء الدولة الأموية؟ 14 خليفة. من هو أول خلفاء الدولة الأموية؟ معاوية بن أبي سفيان. ما هي عاصمة الدولة الأموية؟ دمشق. أحسنت، ممتاز يا بطل، أحسنت، سأفوله. ما هي عاصمة الدولة الأموية؟ دمشق. كم عدد خلفاء الدولة الأموية؟ 14 خليفة. من هو أول خلفاء الدولة الأموية؟ معاوية بن أبي سفيان. لماذا سمي الأمويون بهذا الاسم؟ بالنسبة إلى جده أمية بن عبد الشمس. ممتاز، أحسنت، كل سقف لها. ممتازة دكتور، ممتازة ميار. من هو أول خليفة الدولة الأموية؟ معاوية بن أبي سفيان. لماذا سمي الأمويون بهذا الاسم؟ ممتاز، كله سقف له. أحسنت عبد الملك، ممتاز ممتاز ممتاز. خلاص يا الاسم. عاصمة إلى جدهم أمية بن عبد الشمس. كم عدد الخلفاء الدولة الأموية؟ 14 خليفة. من هو أول خلفاء الدولة الأموية؟ معاوية بن أبي سفيان. ما هي عاصمة الدولة الأموية؟ دمشق. أحسنتي، ممتازة، كل سقف لها.